مجددا اهلا بكم. تحدثت الرئاسة الروسية عن مباحثات بين الرئيس فلاديمير بوتين ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز حول العلاقات الثنائية والوضع المتأزم في أوكرانيا. وكانت شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصدر أمريكي أن واشنطن تتخوف من غزو أو توغل محتمل من الجانب الروسي، وهو ما اعتبره بيرنز خطا أحمر بالنسبة لواشنطن. في غضون ذلك، دعت وزارة الدفاع الأمريكية روسيا إلى توضيح نواياها بشأن تحركاتها على الحدود الأوكرانية. وقال المتحدث باسم البنتاغون إن واشنطن تواصل رصد تحركات مثيرة للقلق للقوات الروسية بالقرب من أوكرانيا. من جانبها، قالت موسكو إن تحركات قواتها قرب الحدود الأوكرانية غير موجهة ضد أي طرف ولا تهدد أحدا وتعتبر شأنا داخليا لروسيا. تقف روسيا والولايات المتحدة على طرفي النقيض بشأن أوكرانيا، فما هي أبرز الخلافات بهذا الصدد؟